طيب إذا الاتحاد بده يسرق البطولة منا سرقة، ما نقدم له إياها بدون شيء، إحنا ما عندنا مانع، ربحانين البطولة 7 سنين ورا بعض، خلي غيرنا يربح شوي، إحنا ما عندنا بالربح رئيس، إحنا عم نقول يجب أن يكون الاتحاد للجميع، الاتحاد ظلم فريق بطرابلس اللي هو المتحد وسأل عنه، وهلا عم يظلم الرياضي وما سألين عنه، اللي أنا اللي بقوله إنه الاتحاد بقى ما بقى ينفع لأنه غير وطني وغير حقيقي محق مع الجميع وليس أب لجميع الأندية، صار متواضع بشكل غريب لشخص معين عم يرعى 3 فرق، نحن بنعطيه البطولة بيكون هالقصة، بنقول له تعال خدها يا ابني والله معك. فلذلك أتمنى إنه الاتحاد يكون واعي لأنه رح يتحاسب كثير، إذا هو فكره بس خدمة بعض الفئات وبعض الطوائف وبعض المناطق، يعني أنا بقول لك بئس هكذا اتحاد وبئس الرياضة بهالبلد، علما بأنه الاتحاد اللبناني صار له سنوات عم بيصرف من مساعدات من بنك البحر المتوسط بأمر من الشيخ سعد الحريري، يعني عيب عليه يعامل الفئة والفرق اللي هي تنتمي لبيروت ولطرابلس ولوحدة الوطن، شو نحن لأنه مسلمين وهن مسيحية ياخذوا كل كرة السلة ما بدنا إياها، لعبوا مبارح وغلبونا فيري جود، ما حدا عمل شيء، تخبى فريقي بالبيسمنت نص ساعة لإجا الجيش ظهروا لأنه لاطين لبالعصي وبسكاكين بالعواسيات، بس هن ما بيشوفوا كل شيء، ونحن ما منهيج القصة هاي، نحن عم نلعب وطنيا، أنا نص لعيبتي مسيحية، عيب يكون هالفئة اللي عم تشتغل بالاتحاد دائما عم تاخذ هذا المنحة. ثانيا اليوم قال ما في جمهور بقى عندي، ليش ما إلي جمهور؟ شو عملت غلط أنا؟ جمهور ما كان عندي امبارح. أنا لا طلعوا لعيبتي لعبوا مع الجمهور اللي غلب. أنا بدي ألعب اليوم مع كل جمهوري، وأنا بدعي على التلفزيون المستقبل هلا. كل جمهور الرياضي يحضر على الملعب.